عندي سؤال، المسح على الخفين يذكر في كتب العقائد؟ عجب هذا، كيف؟ نعم أخي. لأن هذا شعار لأهل السنة والجماعة، خالفوا فيه الرافضة. نعم، في الرافضة لا يرون المسح الخفين. ثبت المسح الخفين بماذا؟ أدلة المسح الخفين، كتاب والسنة وإجماع الأمة. ثبت المسح الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فتح الله عليك.